طيب انا عندي حاله كيس عايز مذاكره. كابتن احمد صلاح حسني صح؟ صح كده. انت ما انتاش لعيب كوره اتاخد في السيما. انت لعبت كوره حلو قوي وسافرت بلاد كتير ويعني عملت كارير كده، وانت من النوع اللي شبهي شويه اللي هو بيغير الكارير كل شويه. هقول لك حاجه واحده بس، انت قلتي ان انا وانت شبه بعض. انا يمكن قبل ما نبدا تصوير اتكلمت معاكي شويه وحسيت ده فعلا، وانا كنت حاسس ان انا عارفه. احنا اول مره نتقابل بس انا كنت حاسس ان انا عارفه، لان انا فعلا عندي فكره ان انا بحب المنافسه وبحب الكومبيتيشن، بحب فكره ان انا اتحط تحت ضغط. يمكن السيناريو اللي حضرتك قلتي عليه ده كله ما كانش هيبقى يعني سبحان الله ما كانش هيكتمل الا لو كنت بدات فعلا بالكوره، لان الرياضه بتفرق جدا في اختيارات البني ادم، في ضبط النفس، في الانفعالات، في يعني فعلا انا فرق معايا جدا فكره ان انا من وانا عندي 10 سنين بلعب رياضه. يعني انا بدات في نادي هليوبلس بلعب كوره ووتر بولو وباسكت، واي لعبه بتيجي بعدي كده في النادي اخش اقوم لاعب اللعبه دي مع النادي لحد ما استقريت على الكوره. ويمكن الباك جراوند بتاعي انه والدي كان في فيلد كوره، كان لعيب كوره في النادي الاهلي، فده يمكن شجعني اكتر، وهو كان بيستفزني يعني يقول لي انت عمرك ما هتبقى لعيب زيي وبتاع، وانا اي حد يستفزني وانا صغير يعني. فدخلت في كارير الكوره وللامانه، وده ممكن يزعل جمهور الكوره مني او جمهور النادي الاهلي مني، ان انا الناس القريبه مني جدا عارفين ده، ان انا ما كنتش العشق الاول ما كانش الكوره. اثناء بقى ما انت لسه بتاخد الاخر سنتين البريدج اللي هيوديك الناحيه دي، انت بتدرس مزيكا، بتدرس سيناريو، عمال تدرس حاجات، ايه هي بقى؟ بصي مزيكا ما درستهاش. امال عملت ايه؟ خالص. ازاي يعني؟ انا ما هو هي كده. هسألك سؤال، انت لما مثلتي وقفتي قدام الكاميرا التالنت طلع او الموهبه طلعت، لو ما كانتش طلعت ما كنتيش وقفتي قدامها تاني. فهي موهبه. زيها زي التمثيل. انا حاسس ان المزيكا، بحس المزيكا والتمثيل ما بيتجزقوش. ايوه بس دي حرفه، دي صنعه. انت بتلحن؟ انا بلحن. بتلعب حاجه؟ بلعب جيتار. من وانت صغير؟ لا اتعلمته لوحدي في الفتره اللي بطلت فيها كوره، اللي هي البريدج. جبت جيتار وما اعرفش اي حاجه وما سالتش حد اي حاجه واتعلمت لوحدي. لوحدك؟ لوحدي. يعني اتعلمت مش بقول ان انا جيتارست جامد، بس انا يعني بعرف العب كوردز، بعرف العب الاغنيه اللي انا لحنتها بقى. يعني وتعمل بصوابعك دي كده والتانية كده ومش عارف ايه. ان شاء الله يعني عماد ده انا جبت مره مندولين هعلم نفسي وخلصت ان انا بقلبه واطبل عليه. مش عارف اعمل كده خالص. دي انا بس عايز اقول حاجه في حته، ان انا اخر سنتين حضرتك بتقولي من ان انا وقفت كوره للنقله بقى للفتره اللي هقعد هريح فيها، ده قرار مش سهل. وده قرار كان مفاجئ جدا لكل اللي حواليا. ومضطر تقول تبريرات وترد على اسئله، ومضطر اقول وللاسف ما قلتش حاجه. فانا كان كل اللي حواليا بيقولوا وبيزعق وبيتجنن وبيتنطط وانا ساكت، وده اتجنن، ده هيفشل، ده هيضيع مستقبله، كل الكلام اللي انت يعني تستوعبيه وتقدري تفهمي انا قصدي. في الفتره دي انت علمت نفسك جيتار ولحنت اغنيات ما رضيتش تحط اسمك عليها. انت بتقول حذرا من انه هو ماله بيه عايز يعمل كل الحاجات وانت هتجننا بقى بتاع مش عارف ايه وتعمل ايه كده ولا ايه؟ هل والله هو انا لحد النهارده عندي الهسهس ده بصراحه. يعني عندي المشكله دي انه انا ما بحبش ابقى تقيل على الناس. وعارف ان الناس بتقايم البني ادم بشغله، لان هم ما يعرفوناش كبني ادمين. ودي الحقيقه، ان انا ممكن ابقى شايف احمد صلاح حسني او مدام اسعاد في البرنامج بيتكلموا، بس كبني ادم، بني ادم اقعد واشرب معاه كوبايه شاي ونتكلم وبتاع ما يعرفنيش. فهو مش عارف ايه اللي جوايا. انا عايز ابقى ليه؟ عايز ابقى بلعب كوره وبلحن وبمثل وهطلع للناس بقى يعني. ما هو ده خطر. فعشان توصل ده لازم تبقى ذكي،
لازم انت شايف انت مؤمن من جواك ان انت عندك التالنت او عندك الموهبه، ما تبقاش تقيل على الناس. واللي قبليه علموني ولا ده. كنت بتعمل انابيب اختبار؟ خليك معايا صريح كده وبعدين الصلاه على النبي مع بعضين. طب خالص. ثواني بقى. تلحن غنوه لعمرو دياب فتنجح طبعا؟ لا بس دي كنت عامل عليها اسمي، دي خلاص كنت عديت بعد المرحلة. بعد شويه كتبت اسمي. هو مطرب معين اللي عملت معاه نسبه اغاني كبيره ما كتبتش عليها اسمي خالص. والحمد لله الحمد لله الحمد لله الاغاني دي كلها نجحت ونجحت بصدى ان المطرب ده لحد النهارده ربنا يكرمه ان شاء الله. الناس مستنياه، يعني هو واقف بقاله فتره بس الناس مستنياه انه ينزل، وان شاء الله هينزل بألبوم حلو جدا. تمام. كل ده مش عايز يقول اسمه. حسام حبيب. ايوه كده. طب حلو قوي. مين اللي اتكتب اساميه على الاغاني؟ حسام. هو حسام صديق. تيكينج ذس يعني مش عشان بس الناس ما تفهمش غلط انه ما خدش منك الحاجه وحط لقطع اسمه عليها. لا 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 لا. هو بناء على رغبتك. بناء على رغبتي 100%. وهو كان بيتحايل عليا لدرجه ان هو لحد ما التنازلات رايحه تتعمل بيشدني علشان يا ابني اسمع، اقول له لا ده مش هينفع، انا راجل كنت بلعب كوره اميها وكوره انت عارفه الصحافه بتاعت الكوره عامله ازاي وعارفه الميديا بتاعت الكوره عامله ازاي. خلاص احنا دلوقتي ملحن وممثل. ايوه. ايه اللي بتدرسه بقى؟ عمال تقوي في ايه انت؟ لا هو التمثيل، هو الدراسه اللي كانت اللي فعلا عملته هو ان انا التمثيل ده يا جماعه مش حاجه سهله خالص. طبعا. يعني فعلا الواحد وهو بيلعب كوره بيقول حلو وبتاع واعرف امثل وده يقول انا اعرف امثل، وانت بتشوفي ناس كتير قوي يجوا يقولوا لك انا نفسي امثل، بس هي في الاخر هي موهبه. بس الموهبه دي لحد النهارده اكبر ممثلين في العالم لسه بياخدوا كلاسز ولسه بيروحوا بيدرسوا ولسه بيقروا كتب ولسه بيعمل اوديشن. لسه بيعملوا اوديشن لسه لما يترشح في فيلم يدوا له مشهد ويروح قدام المخرج زي اللطيف كده يمثل المشهد، فالمخرج يقول له طبعا لا لا طبعا. فيعني هي محتاجه بس ان الواحد يبقى مش بيحب التمثيل، محتاج ان هو يبقى بيعشق التمثيل. طبعا. يعني هو لو مش في دمك مش هتستحمل لان هو الستريس بتاعه حضرتك ادرى طبعا. الستريس بتاعه اكبر بكتير من اللي بيطلع للناس. يعني الاكزامبلز كانت بالنسبه لي او الامثله بالنسبه لي كانت كتيره جدا، ان انا قلت لحضرتك انا ذاكرت ناس كتيره، ذاكرتهم من الجلد. ازاي بقى؟ ازاي احمد بتذاكر؟ والله مش عارف، يمكن ربنا بيساعدني في الموضوع ده جامد. يعني لما مثلا اتوهم بواحد زي مارلون براندو ما فابقى مثلا مسافر فلاقي كتاب عن مارلون براندو، الاقي قصه حياه مارلون براندو، فاجيب قصه حياته واتفرج عليه في برنامج على يوتيوب كده وانا قاعد في البيت، افتح الاقيه في لينك من هنا لهنا. طب ده عمل كده كده، ولما حياته باظت علشان ابنه دخل السجن ما هو عشان كده، بعد كده شوف اختياراته بقت عامله ازاي. طب شوف الدروب اللي حصل له عامل ازاي. الباتشينو وروبرت دينيرو الاثنين دول الكومبيتيشن اللي كانت بينهم او التنافس اللي كان بينهم، ازاي الاثنين قدروا يعملوا كده؟ ما هو ده مش طبيعي. ده حاجه، ده هم اولاد لذيذه. دي حاجه مش طبيعيه. ربنا يسهل لهم يعني. ربنا يديهم الصحه. انا سامع ان هم يعني بيعملوا فيلم دلوقتي مع بعض. يلا ربنا يبارك لهم. والمخرج مين؟ مارتن سكورسيزي. يا سيدي مع بعضيهم ربنا يبارك لهم. احنا بنتبهدل بينهم. لا فالليفل ده طبعا. نقيلي مشهد من شربات لوز انت مثلت فيه. امينه خليل كانت بتبقى عندي في البيت وبتبقى في اوضتي، وانا باجي بناس واصحابي واولاد وبنات وبيقعدوا تحت وبتاع، وفجاه الولد اللي بيشتغل عندي بيقول لي هي فوق. فبطلع برقعها علقه مع كلام هي اللي بتقوله وانا رياكشنز بس. هو حضرتك عارفه كويس قوي انه اصعب حاجه الرياكشن طبعا، مش الكلام. الكلام ده كلنا يعني هنحفظه تمام. بس الرياكشن. فحاسس ان المشهد ده انا كنت لائق يعني. لا كنت لا وكنت كمان ان كاركتر قوي لدرجه ان انا كنت هاذي امينه جامد يعني. انا امينه شلتها المفروض ان انا برميها على السرير. انا رميتها بعد السرير. دي لبست في الحيط. وبعدين لقيت الناس كلها مسكت دماغها، وبعدين فحسيت في اللحظه دي ان انت انت ما تمثلش معايا. الله يبارك. لا يا حبيبتي لا خلاص، ما من ساعتها ما بقتش ابني كتكوت امور كده يعني. ماشي. لا دي مشكله يعني. ما نخرج مش هتخرجي كده. ليه؟ انا هخرج لها. مش هي بره؟ انا هخرج لها.
وهطردها وهقول لها ان انت بتاعي انا، عشان دي لازم تتحط عند حدودها، عشان دي واطيه، عشان انت بتاعي انا، انا انت بتاعي انا. تتجنني يا فؤاد؟ لا يا فؤاد، يا فؤاد لا. فوقي بقى يا زبالة، يا زبالة، يا زبالة. بس بقى يا زبالة. ايه كده ليه؟ لا بس يا فؤاد بقى. قول لي بقى في السيدة الأولى. اه. مشهد بقى ليه الناس دلوقتي بتشوفك تاني بعين تانية؟ الله 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 الله. يعني ممكن اللي ما كانش مجمع بيجمع. زائد اني هرجع تاني لانه ما ينفعش واحد يكون هاوي يلحن لعمرو دياب، لأصالة، شيرين، حمائي. كفاية بقى. طيب لا ليه؟ ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يبقى انا عندي تالنت. ما هي الناس دي بقول لك ما هماش يعني. ايوه بس بالراحه يا نس يعني. لا بالعكس يعني، بالعكس يا احمد انت. انا دلوقتي مهمتي في الحاله دي بقدم احمد بالعرض. هذا الفنان لدينا هذا النوع من الفنان الذي يمتلك عده ادوات بيلعب بيها. طب ايه دي عيب ده ولا حاجه؟ مش عارف والله يعني. وحابس حابس و... لا لا انا مش على حسد والله خالص، والله ما على كده. انا عشان يعني لا انا مؤمنه بكده. انا مؤمنه انه شارلي شابلن كان متعدد المواهب بيعمل كل حاجه في الدنيا. انور وجدي كان متعدد المواهب بيعمل كل حاجه في الدنيا. دي كاركترات. هو انا في نقطه بس عايز اقولها لك، ان انا يعني عرفت او عملت سيرش كده لقيت ان معظم الممثلين العظماء او الممثلين الكبار جدا كلهم ميوزيشنز، كلهم بيلعبوا مزيكا، كلهم بيلعبوا على الاقل آلة او آلتين يا راجل. والله معظمهم. انا بطبل يعني ممثلة عظيمة انت عارف. طبعا يعني فبطبل كده وبالسجاد ده اكيد كي. طبعا يعني انت من الاخر عايزه تكسري هشام وكل حاجه ترجع زي ما كانت. وعلى فكره انا ما بنساش اللي واقف جنبي وساعدني. طبعا بقى انت هتبقى الكبير اللي في الحزب تحكم وتتحكم وتغير الاداره وشويه من عندكم على شويه من عندنا وتمشي. طب الدكتور مات والناس نزلوا الشارع، طب ما هيعملوا زي ما انت بتقولي، هيسخنوا شويه وينزلوا على ما فيش. الا اذا كان في دم هيلبسوها للداخليه يوقفوا كام ظابط وخلصت الليله. لا لا لا، احنا بلد قديمه ليها عادات وتقاليد موروثه. اذا تعثرت دابه في اقصى الارض يسال عنها امير المؤمنين. ده الشغل اللي احنا نشتغل عليه بقى. جرايه سامح، هي الشيخه امال ما ادتكش دروس ولا ايه؟ لا الحاجة تخصص نسوان. ما تحترم نفسك، انت ناسي ان امي. انا عايز اسمع اغنيه بتعبر عن احمد. اكتر حاجه لحنتها فيها احمد صلاح حسني اللي انا هقول لك بعدها. انت نورتني. انت عايز تغني؟ لا طبعا. طب هحطها لك. اه كليب بس في قبل ما اقولها لك عايز اقول لك انه بجد انا مبسوطه قوي قوي اني شفتك النهارده. دي اول مره التقي بيك وسعيده جدا انه النموذج ده موجود، لان انا بحب قوي المالتي تالنت جدا يعني. ف ومتفائله جدا بالنسبه لك ان شاء الله. يعني ده شرف ليا. انا يمكن مش هتكلم كتير بس انا بحبك جدا وانا مبسوط ان انا معاكي ومبسوط ان انا بطلع للناس بطريقه شيك لان انت ست شيك. طب قول لي الغنوه. هو الغنوه دي للأسف يعني أنا ما حطيتش اسمي عليها يعني. الأغنية دي مش ريتد ليا بس هي بتعبر لي عن أنا إنسان بوزيتيف أو إنسان إيجابي. فالأغنية دي لما ببقى داون بحب أسمعها بتقويني. اللي هي شفت بعيني. شفت بعيني يا حبيبي معاك الدنيا دي وخدني